اليوم موضوعنا عن روت 66. الشارع هذا طبعا هو مو بشارع، هو طريق من شيكاغو الى كاليفورنيا، واشتهر كثير في الفن والموسيقى وايضا في رسم فن الجرافيتي او حتى في الثقافه الامريكيه، بل انها انتقلت الى دول كثيره جدا. وما هو طريق 66؟ خلينا نتعرف عليه. طبعا في طرق كثيره في العالم لها شهره كثيره جدا، ولكن روت 66 اللي هو طريق 66 شهرته ازدادت تفهم تأثير هوليوود والأفلام الأمريكية على الثقافة العالمية، فهذا هو اللي خلاه أكثر شهرة. لكن الدراسات تشير إن يعني خصوصا في الأفلام أو حتى في اليوتيوبرز أو حتى في الصحف أو في السوشيال ميديا، إنه أكثر الرحلات على روت 66 حصلت مرتين في تاريخ أمريكا. المرة الأولى كانت في بداية السبعينات. بداية السبعينات كانت فترة ذهبية في السفر في الولايات، لأنه توسع شبكة طرق كبيرة جدا، وكانت أمريكا ذاك الوقت يعني طالعة من أزمة اللي يسمونها Lost Generation اللي هم الستينات وحرب فيتنام والآخرة، فكأنهم في ازدهار. الفترة الثانية هي فترة كورونا، فسافر ناس كثير مع هذا الخط ولايات. طيب الثمان ولايات هذه مختلفة جغرافيا، ثقافيا، أو حتى العوائل اللي تسكنها. في عوائل متأثرة بالثقافة المكسيكية اللي هم اللي في نيو مكسيكو، والعوائل الأصل مكسيكان. حلو. في ولايات اللي فيها الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، وفي ولايات اللي هم الأمريكان اللي من أصول أوروبية. فالتنوع الثقافي والعرقي لهذه القبائل أو هذه العوائل أو هذه طبقة السكان معطي هذا الخط والقرى اللي تمرها أماكن منوعة ولون ثقافي خاص، وتشوفها في الأفلام وتشوفها في الموسيقى وتشوفها حتى في الصور والرسومات، بل لها أماكن محددة. يعني حط لك أماكن محددة يقولك أفضل 10 وقفات أو أفضل 15 وقفة في طريق 66، لأنه هو طويل 3800 كيلو، نتكلم عن 4000، فأكثرهم يأخذها الوقت المناسب انك تقطع طريق 66 هذا من شيكاغو حتى سانتا مونيكا المكان اللي مرناه قبل يومين، هو من 8 الى 14 يوم عشان تستمتع بالمناطق اللي تمرها والثقافه والى اخره. انا ما قد رحت مع الخط ابدا، جيت يعني في شيكاغو وجيت في لوس انجلس، بس اني ما اخذت من البدايه للنهايه، كنا مخططين العام ناخذه مع الاخ وليد والكرفان، ولكن ما الله كثر. السنة هذه إن شاء الله بإذن الله راح نأخذه، بس يعني ننتظر الفرصة المناسبة والجو المناسب، وما ندري عاد نأخذ بكرفان ولا نأخذ بدباب ولا نأخذ بسيارة ولا سيارة كلاسيكية، تضرون.